سي سعد الدين العثماني، غادي نحاورك واحد الوقت خفيف في مسألتين. المسألة ديال أنتم قائد وأمين عام ديال حزب العدالة والتنمية، وثانيا تعطينا حصة قليلة من الوقت ديالك فيما يخص الأعمال اللي تقوم بها الحكومة. السؤال الأول سيد العثماني، وهو كيف ستعيش هذا الحجر الصحي؟ احكي لنا الحياة اليومية ديالك. لا يمكن أي إنسان اليوم في بلادنا إلا وكيعيش هاد الوباء المنتشر وهاد الحالة ديال الاستنفار اللي كنعيشوها. كنتبعوا الأخبار بطريقة مستمرة ساعة بساعة، لأن بكل صراحة فقدنا في هاد الوباء عدد من المواطنات والمواطنين والأرواح، وكل واحد اللي كيموت راه هو بحال إلا واحد طرف من اللحم ديالنا كيتقطع. فلذلك الوقت كله كنتابعوا كيفاش كتطور الامور وشنو اللي خصنا واللي يمكن لينا نديرو باش نتفاداو الأسوأ. وحنا كنشوفوا العالم من حولنا كيفاش كيتطور في هذا الوباء. الحمد لله بقياده جلاله الملك وبالاجراءات الشجاعه اللي امر بها استطعنا نتفاداو ما هو أسوأ بكثير، وحنا كنشوفوا الاخرين شنو كيوقع عندهم. ولكن بطبيعه الحال كما كيقولوا الكثيرون، هذا واحد العدو غير مرئي، والوسائل وبقي علميا ما عارفينش جميع المعلومات عليه. كنعرفوا شي حاجه وبزاف ديال الامور اخرى يلاه العلماء والمتخصصين كيكتشفوها وكيتطوروا معها، ويبدو ان حتى هو كيتطور باش ما حنا كنطوروا الوسائل هو كيعاود ثاني غير الجلد ديالو وغير الطريقه ديال التعامل ديالو. فلذلك نحن في معركه حقيقيه، معركه حقيقيه كنعيشوها بالاعصاب ديالنا، كنعيشوها باستمرار. كيفاش يمكن نجنبوا بلادنا مزيد من خسائر على جميع المستويات، مستوى الصحي، مستوى ديال العيش ديال المواطنات والمواطنين، مستوى الاجتماعي، مستوى الاقتصادي. فأنا أيضا بلتزم بالحجر الصحي، بلتزم بالإجراءات ديال الأمان اللي هي ضرورية. أنت شفتوا فاش دخلتوا مع الباب خصكم تعقموا يديكم وتدخلوا، خصكم تعقموهم إلى خرجتوا، وخصنا تاخذوا جميع الإجراءات باش نحميوا روسنا، وهذا هو الرسالة للمواطنات والمواطنين. طبعا الحل هذا الجزء الأكبر فيه بعض التفاصيل، خصنا نتصلوا مع بعض المسؤولين، مع الوزراء، في اتصال مستمر مع عدد من الوزراء وخصوصا الأساسيين اللي كنتابع معهم وكيتابعوا معايا هاد الملف واللي هما بالخصوص في الميدان. ولكن جميع الوزراء معنيين باتخاذ عدد من الإجراءات في القطاعات ديالهم باش يواكبوا التحولات اللي وقعت والتأثيرات ديال هاد الانتشار ديال وباء كورونا. وحنا كلنا عندنا هدف، الأهداف جوج أمور أساسية، وفيها الأمر الأساسي كيفاش نحدو من هذا الوباء ونقصو منه ونقصو من التأثيرات ديالو ونقصو من المواطنات والمواطنين اللي يمكن يموتوا نتيجة هذا الوباء. هذه فيه الصحة وفيه الأمن وفيه المواطنين يدخلوا ديورهم، وفيه نقصو التماس الاجتماعي والاحتكاك الاجتماعي، وفيه جميع الإجراءات الاحترازية اللي نصحنا بها المواطنات والمواطنين. ثاني هو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ديال هاد الوباء اللي هي كبيرة على جميع دول العالم، وحنا حتى حنا مضرة، وكيفاش نوصلوا باش نخفوا التأثيرات ديالها وخصوصا على الفئات الهشة والفئات المتوسطة والمقاولات الصغيرة، الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة. وهذا كيدير فيه واحد جهد كبير، وجلالة الملك كتاخذ هذيك المبادرة ديال الصندوق اللي هو مبادرة مبدعة، والحمد لله الآن هناك واحد العملية ديال التضامن مفرحة بين مختلف قوى الحية وأبناء وبنات هذا الوطن. نتمنى هذا النفس التضامني يزيد. فإذا هذا هو العمل العام، كنشتغلوا باستمرار قليل فاش كنخرج من الدار، لأن العمل ديالنا كيتم عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل الاتصال الأخرى، الانترنت. لكن مرة في النهار كيكون شي اجتماع ضروري بحال مجلس الحكومة النهار
نهار الجمعة أو شي لقاءات صغيرة جدا اللي كتكون بطبيعة الحال كنحاول نلتزم فيها بالإجراءات الاحترازية، هي المسافة ديال على الأقل متر وديال الوسائل ديال نظافة اليد وعدم السلام وعدم الاحتكاك مع الآخرين ونحضيو في انتقال الفيروس. احنا كنديروا جهدنا في هذا الشيء. طبيعة الحال أنا أيضا أمين عام حزب، فلذلك خصنا العمل الحزبي يستمر في هذه المرحلة بما يدعم الوحدة الوطنية ويدعم الإجراءات الاحترازية. احنا صدرنا في هذا الشيء بيانات وجهنا التوجيهات لأعضاء الحزب باش يلتزموا بجميع ما تمليه اللحظة والتنسيق التام مع السلطات المحلية والانضباط لقراراتها والانضباط للحجر الصحي الجميع معني به وإحنا أيضا معنيين به. إذن هذا هو الأمانة العامة تجتمع هي عن بعد أو لا تكون تديروا اجتماعات في المقر؟ لا، جميع الاجتماعات اللي كنديروا الآن الحزبية كلها عن بعد، كلها عن طريق الاجتماعات بالفيديو، فيديو كونفرنس. الاجتماعات بالفيديو اللي الآن الحمد لله الوسائل ديالها متاحة وسهلة، فهذه الاجتماعات كلها اللي قدرنا هذه الأيام كلها الأخيرة داخل الحزب، ماشي فقط الأمانة العامة، كتجتمع كل أسبوع وغيتبقى تجتمع كل أسبوع بهذه الطريقة هذه، ولكن أيضا إما الاتصال بالكتاب الجهويين ديال الحزب المسؤولين على مستوى الجهات أو الاتصال ببعض المسؤولين الآخرين ديال الحزب باش نتبادلوا الرأي باش نحتوهم باش يكونوا عامل إيجابي ومساعد للسلطات المحلية سواء كانت الصحية أو الأمنية أو غيرها باش نتجاوزوا إن شاء الله هذه المرحلة في بلدنا بسلام. سمعنا على أن المغرب أو الحكومة سترفع من ما يسمى بذاك المراكز ديال الديبيستاج. المغرب ما هي الطاقة ديالو ديال هذا الديبيستاج وكيفاش غترفعوها؟ هو صحيح دابا الآن وزارة الصحة مشكورة خدامة على قدم وساق، احنا عندنا الآن 4 مراكز كدير تحليلات، الآن غادي نرفعوا عدد المراكز، لكن انتم تعرفون بأن التجهيزات ديال هذا الشيء وحتى المواد ديال الاختبار لأن هي أنواع وأشكال، أنا كنتذكروا واحد النوع اللي هو مضمون 100% أو جيد محدودة حتى في العالم، ولذلك إن شاء الله في الأيام المقبلة غادي تساعد مراكز غادي يعلن عدد آخر من المراكز، يمكن جميع المستشفيات الجامعية تنتقل في المستقبل باش هي مراكز اختبار بإذن الله. هاد المسألة غادي يكون عندها واحد التأثير أن عدد الحالات غادي يطلع بطريقة كبيرة جدا، لأن احنا واعيين بأن العدد الحالات دابا اللي حددناها قليل بالمقارنة مع العدد الحقيقي ديال الحالات. تاني الناس كيتسألوا بزاف على الدواء، بغيت نقول صحيح هناك أدوية كثيرة كتستعمل في مختلف الدول وبلادنا أيضا، اللجنة العلمية قررت استعمال الدواء المعروف، ولكن نقول بأنه حتى شي دواء ما عندوش تأثير كامل، كل دواء كيداوي شوية وما كيداويش أيضا شوية، ماشي جميع الحالات يمكن تحسن بهذا الدواء وإن كان هو كيحسن عدد من الحالات. فلذلك الدواء الوحيد المضمون والمأمون هو الحجر الصحي باتفاق جميع المتخصصين في العالم كله، فهو اللي خصنا نلتزموا به، ولا اضطرينا يكون شي لقاء أو اجتماع بحال هذا نلتزموا بالوسائل ديال الضمانة ديال السلامة الضرورية اللي كل شيء الآن كيعرفها، ونكتروا من غسل اليدين ونكتروا من الاحتياطات، فهذا هو اللي يمكن يحمي المواطنات والمواطنين من انتقال هذا الفيروس الخفي والخطير والذي لا نعرف كيف سيتحول ويتطور في المستقبل. هل تؤكدون أن المغرب غادي يرفع من الأسرة إلى 3000 كما يقال حاليا؟ أيضا من بين الإجراءات اللي تقررت واللجنة اليقظة الاقتصادية كترأسها وزارة وزير المالية السيد وزير المالية وبأمر من جلالة الملك حفظه الله
غادي يخصص في المراحل المقبله جوج المليار ديال الدرهم من صندوق صندوق الخصوصي لتدبير اثار انتشار وباء كورونا. جوج مليار الدرهم غادي يخصصوا لتطوير القطاع الصحي، وفيه من بين الامور توفير 1000 سرير ديال الانعاش جديد، مما سيمكننا باش نقربوا من 3000 سرير. بمعنى هذا شيء غادي يكون في المستقبل القريب والجميع متفق عليه، والجهات المختصه لوزاره الصحه مع وزاره الملك يشتغلوا على هذا الشيء عمليا، وهو ماشي صعيب، ماشي صعيب وميسور، وغادي يتم تدريجيا مع ارتفاع العدد ديال الحالات. الكلمه الاخيره ديالكم السيد الرئيس، واش غادي نقول؟ كنطلب الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا البلاء ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع، وكنحت الجميع كنحت الجميع باش يلتزموا بالحجر الصحي، وكافة كافة من التلاعب بصحة المواطنات والمواطنين. أراه أي واحد خرق الحجر الصحي هو خطر على رأسه أولا، خطر على عائلته ثانيا، ولكن خطر أيضا على المواطنات والمواطنين الآخرين. نتعاونوا، هذه مرحلة خصنا نبينوا فيها أن الشعب المغربي شعب متحضر، شعب واعي، يمكن ليه يلتزم بالضوابط اللي كتمليها الحالة واللي كتمليها واللي كتأمر بها السلطات المعنية سواء كانت الصحية أو الأمنية، واللي محددة ومعلنة وواضحة، وما نلعبوش بهذا الشيء، لأن هذا لعيب بمصلحة الوطن ومصلحة المواطن ومصلحتنا كلنا، كل واحد فينا.